يا صف انت؟ خامس. خامس ابتدائي؟ شاطر انت حمودي؟ يعني مو كلش. من ورا الشغل يعني انت تشتغل؟ اي. زين ايش عجب ما تعرف الشغل؟ ما اعرف. مين معيش اهلي بي؟ يوم هناك كم شهر 12؟ وهنا؟ وهنا خمس. 5000 في اليوم؟ ايوه هناك من 6 الصبح ل 7 اليوم. ما علي غدا كل شيء علي. كله عليك؟ كله علي. والله هو صار لك 3 ايام ما بطين. ليش ما بطين؟ ما عنده. ما عنده ينطق. اي اليوم غلطك انا. زين حمودي انت عندك لعائلتك هاي ال 5000 لو هاي انت تشتري بيهن؟ لا لا اخذ من الاوروبا لو 500. من ال 5000؟ اي. بطيهم واكل. الباقي كله تطيهم اياه؟ كلهم. حمودي تشتاق للوالد؟ شوف دمعتك بعينك علي. والله اخ ما اقدر احكي. انت بهذا شغلك عاين عائلتك وراضي حتى ابوك، والاهم من هذا كله باقي بالمدرسه. أي. الله يرزقك ان شاء الله حمودي. حبيبي احنا اخوتك ان شاء الله. اي شيء تحتاج احنا يمك. الله يحفظك. لا تبكي دمعتك غاليه.